عبد الله الزوري. عبد الله أحييك، مبروك الثلاث نقاط. أسألك مباشرة، أدائك اليوم بشكل فني، كنت تتقدم بشكل كثير، هل اختلفت الأدوار ما بين هذه المباراة والمباراة الماضية لم تكن تتقدم؟ الله عيد السؤال صراحة، أنا ماني مركز معك. عبد الله اليوم شاهدناك تتقدم ولك أدوار هجومية، في المباراة الماضية لم تكن بهذا الدور، اليوم اختلفت الأدوار من قبل المدرب؟ لا هو مساعدة الفريق طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا طبعا اليوم ممكن الشوط الأول الرتم يمكن يسمح انك تهاجم، بس الشوط الثاني واضح علينا ان فقدنا التركيز، يعني ما عاد في تركيز، ما عاد في باص، ما عاد في شيء واضح، حتى الخانات شوي فقدنا تركيز. الشوط الثاني يمكن اثار التعب او شيء ما ادري. اليس للنتيجه تاثير انك بخمسه اهداف خارج، من الممكن ان تكون مباراه سهله في الشوط الثاني؟ والله الشوط الاول كانت سهله، بس الشوط الثاني كانت صعبه علينا، قلت لك ممكن ارهاق، ممكن فقد تركيز الشوط الثاني، عشان كذا صعبنا المباراه علينا الشوط الثاني، قدروا يسجلون اربع اهداف. لاعب خط دفاع، التغيير اليوم اثر، حسن خيرات، ماجد المرشدي، اثناء التغيير باسامه هوساوي جاء الهدف الثالث، اين التغطيه بدخول لاعب وخروج لاعب؟ لا والله هو قلت لك ما في تغيير، طلع اسامه دخل مرشدي، كلهم نفس الشيء، خيرات نفس الشيء، نجم، بس قلت لك يمكن تركيز الشوط الثاني يمكن كان ضعيف مره، فكذا تمكنوا من يسجلون علينا اربع اهداف. شكرا عبد الله الزوري. عبد العزيز الدوسري احييك، مبروك، ما الذي ساعدكم على تسجيل خمسه اهداف في هذه المباراه؟ اول شيء بسم الله، يعني الحمد لله يمكن الشوط الاول قدمنا مستوى يعني مره كويس، لكن تغير في الشوط الثاني، نزل المستوى، قل التركيز، لكن الحمد لله ان يمكن حققنا الثلاث نقاط، وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. ما الذي تغير في الشوط الثاني؟ يقول عبد الله الزوري بانه التركيز، فقط كان التركيز ام كان للنتيجه الدور في ان المباراه قد انتهت بخمسه اهداف مقابل هدف؟ يعني يمكن اكيد التركيز قل، لكن يمكن اللعيبه نزل مستوى بعض اللاعبين، يعني ما قدمنا مستوى نفس الشوط الاول، وهذا اللي اثر، يعني الحمد لله ما جابوا التعادل ولا الفوز الحمد لله. اسالك عن الهدف اللي سجلته، عبد العزيز تلعب على الطرف الايمن في الوسط وانت لاعب ايسر، تتدرب كثيرا على مثل هذه الكرات ان تكون تاخذ الملعب بشكل قطري وتسجل الاهداف؟ الحمد لله يعني سجلت هدف، يمكن انا لاعب وسط، العب يمين يسار ما ورا المهاجمين، يعني ما على حسب المدرب وين يطلب، والحمد لله على الهدف. الله يعطيك. شكرا.